تحتاج إلى أن تنقر على جهة على نقطة معينة لتقول إنه هذا الفيديو يسيء أو إنه هو مش مسيء. يعني هو ما فيش حد احتج عليه. حسين اسمح لي بالتعليق على هذه النقطة تحديدا. يعني اسمح لي أن أنا أدافع عن الإعلام. طيب يعني اسمح لي أن أدافع عن الإعلام الجديد بين قوسين بوصفي متهم بالانتماء للإعلام التقليدي. أولاً ليس الإعلام الجديد وحده المتهم بأخبار كاذبة أو حتى فيديو كليب كاذب. كولين باول وقف أمام الأمم المتحدة وعرض مقاطع فيديو ثبت لاحقاً أنها كاذبة. صحف العالم كله تضع أحياناً أخباراً كاذبة أو صوراً كاذبة. يعني الكذب مش خاصية خاصة بالإعلام. لا يعني ما أريد أن أقوله تحديداً هو، وأنا أتفق مع حسني تماماً في هذا، في نهاية المطاف الحرية تصحح نفسها ببساطة بالغة. يعني دعني أسألك أنا، من الذي صدق هذا المقطع عندما وضع على الفيديو على اليوتيوب؟ بالتأكيد أناس لهم مواصفات معينة، هم أنفسهم الذين يشترون صحيفة مثلاً أو يقفون على قارعة الطريق لكي يشتروا كتاباً يتحدث عن الجان وماذا يفعل بكذا أو زواج الجن وما إلى ذلك. اسمح لي أنتقل عند هذه النقطة للسيد سلطان. يعني باعتبارك متحمس لهذه التفاعلية وهذا two-way system، طريق يعني متفاعل، هل أنت تثق بالفعل في حكمة المجموع كما يعبر عنها السيد حسني؟ أنا أعتقد المسألة الذي يطلع على ما ينشر يعني تحديداً في اليوتيوب أو بالفيسبوك يكون على مسؤولية القارئ. يعني هو الذي يجب أن يحكم ما هو الصالح وما هو غير الصالح. أنا أعتقد ليست المسؤولية على الناقل. دائماً في يعني في قناعة كما نتناول وسائل الإعلام ونقرر أن هذا الكاتب جيد أو هذا الكاتب رديء أو هذا الكاتب مدعي أو هذا الكاتب صادق، ونقرر كقراء أن نشتري هذه الصحيفة ونقرأ لهذا الكاتب، هو نفس الحالة، الحالة متكررة. أنا أعتقد القضية اللي يعني نتجنبها جميعاً هو الحديث عن الإعلام بصفته مؤثر في الرأي العام، الرأي العام في مجموعة. صناعة الإعلام قامت للتأثير في الرأي العام تجاه لاتخاذ اتجاهات معينة، أما سياسية أو تجارية أو اقتصادية أو إلى آخره. الآن الذي يحدث، يعني أنا أكثر من المتحمس أنا مؤمن بواقعية ما يحدث الآن. الذي يحدث أن الرأي العام أصبح له وسائل. يعني قبل شوي يمكن الأخ حسني تحدث عن كيف الوسائل الإعلام الجديدة تؤثر على القرارات الحكومية. في واقع الأمر عندنا حادثة جديدة في السعودية العام الماضي، صدر قرار حكومي بزيادة الرواتب، خلال ساعات اضطرت الحكومة لتعديل القرار بسبب ضغط سيل النكات اللي انتشرت على الاس ام اس. يعني هذا الرأي العام تحرك. المقاومة بالفكاهة، يعني الرأي العام تحرك وأصبح عنده آليات للاعتراض على قرار أو لتعديله. طيب، لا يمكن الحديث عن ما يحدث الآن من تفاعل وتفاعلية في مجال الإعلام دون الحديث عن المدونات والمدونين. دعونا نشاهد هذا التقرير القصير وفي بعض البيانات عن حال المدونات والمدونين في العالم العربي. ران بيتي. بيرما أسوأ مكان في العالم للمدونين، لجنة حماية الصحفيين. المدونون والصحفيون العاملون على شبكة الإنترنت يتعرضون للسجن أكثر من غيرهم من الصحفيين. لجنة حماية الصحفيين. أسوأ 10 بلدان للمدونين هي بيرما، إيران، سوريا، كوبا، السعودية، فيتنام، تونس، الصين، تركمانستان ومصر. لجنة حماية الصحفيين. نصيب المدونات العربية لا يزيد عن 40,000 مدونة من حوالي 37 مليون مدونة على شبكة الإنترنت. موسوعة ويكيبيديا. اللغة العربية ليست موجودة في قائمة أهم 10 لغات تدوينية في العالم. مركز المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري. يقدر عدد المدونات العربية بنحو 490 ألف مدونة فقط، وهو ما يمثل 7% من مجموع المدونات في العالم.
تمثل المدونات المصرية 30.7% من المدونات العربية. 73% من المدونين المصريين ذكور و 27% إناث. حسب تقرير لجنة حماية الصحفيين، العالم العربي نصيبه من أكبر وأهم 10 دول في الإساءة لحقوق الإنسان فيما يتعلق بالتدوين والكتاب على الإنترنت، بينها 4 دول عربية. هل يعني هذا أيمن هذه المرة أنه المدون بيأخذ مخاطر على نفسه أكثر من الصحفي الذي ينتمي لوسيلة مستقرة ولها علاقات ولها اتصالات؟ بالتأكيد أنا بقول مستقرة، ما بقولش تقليدية خلاص. بالتأكيد في ضوء الأطر القانونية القائمة في العالم العربي بأجمعه، على الأقل هناك بعض القوانين التي تحمي الصحفي المحترف أو الصحفي الذي يعرف في القوانين بأنه صحفي. هذه القوانين لا تحمي المدون، يعني هذا بداية في مصر وفي غيرها من البلدان. المشكلة هي أنه مثلما أن القوانين متأخرة عن ملاحقة الجديد في الساحة الإعلامية، مثلما نحن جميعاً أيضاً متأخرون، يعني ليست القوانين وحدها. لكن بالعكس، ده ربما يكون من المحمود أن القوانين تأخرت عن ملاحقة. لا ما أقصده أن القوانين تعرف الصحفي تعطي للصحفي المحترف نوعاً من الحصانة، لكنها لا تعطي للصحفي المواطن أو للصحفي الهاوي أو المدون هذه الحصانة. لو أنا يعني وماذا عن الحصانة للمواطن؟ ما هو لأنه مش صحفي. هذا أمر آخر، ولكن على الأقل من الناحية القانونية البحتة هناك من القوانين ما يكفل بعض الحصانة للصحفي المحترف، حرية الرأي وما إلى ذلك، لكن هذه القوانين لا تحمي المدون في كل الأحوال. في نهاية المطاف، المشكلة في هذه الزاوية تحديداً أننا جميعاً ما زلنا نتحدث لغة قديمة، حتى كثير مما ضر في هذه القاعة لا أتحدث عن هذه الجلسة، ما زلنا نتحدث لغة قديمة، لم ندرك تماماً أن هناك واقع جديد وأن هناك عالم جديد لابد أن نعيشه. يعني بالمناسبة أنا أفضل أن نتحدث عن أنا لا أفهم الإعلام الجيد على أنه وسائل جديدة، وإنما على أنه مفهوم جديد للإعلام لابد أن ندركه جميعاً. يتضمن الصحفي المواطن، يتضمن فيما مضى من الزمان كانت المدرسة الإعلامية السائدة قائمة على أن الإعلام جماهيري، بمعنى أنه يبث إلى الجماهير كلها على أنها ماس جسم واحد. الآن ليست هذه هي القضية، الآن كل منا يستطيع مع جوجل مثلا يصنع صحيفته الخاص to customize what you want. يعني الآن الإعلام إعلام فردي تماما، الذي يستمع للMP3 يختار ما يريد أن يستمع إليه وقت ما يشاء أن يستمع إليه. يعني I do agree with the gentleman completely about the Guardian والBBC وهذه التجارب. يعني مرة أخرى، ليس بالضرورة الوسائل الجديدة لأنها مجرد أنها جديدة نستطيع أن نضعها بديلاً للوسائل القديمة. ملحوظة على الإحصاء الذي في التقرير السابق، المدونات بين هذا الرقم الهائل إذا حاولنا أن نرصد، وأعتقد أن التقرير المصري يرصد هذا، كم نسبة المدونات التي تتضمن إخباراً أو إعلاماً من بين هذا الكم الهائل، سنجدها نسبة ضعيفة للغاية ولكنها الأعلى صوتاً. في مصر مثلاً المدونات الأشهر كلها مدونات تتحدث عن الزواج وعن الحب وعن الغرام وعن مشاكل شخصية، ومثلما ابتدعت المدونات في بداية المطاف خواطر خاصة. الحراك السياسي أو الذي سمي بحراك سياسي في مصر هو الذي أعطى للمدونات المصرية سمة أو صبغة شبيهة بالصحافة، رغم أنها ليست هكذا على الإطلاق. طب دكتور عمار، يعني هذه الملاحقة التي تتم أحياناً من قبل السلطات لمن يستخدمون وسائل الإنترنت في التعبير عن أنفسهم، سواء كانوا صحفيين أو مدونين يصفون أنفسهم بالمحترفين أو أشخاص عاديين، هل يمكن تجاوزها؟ هل التقنية تستخدم فقط من قبل الدولة والسلطة؟ يعني هو الذي حصل، يعني كما هو واضح للجميع، أن المؤسسة الإعلامية التقليدية والمؤسسة الحقيقة منذ الورشة السابقة هناك خلط حاد جداً حول مكونات الإعلام الجديد. طبعاً هناك تماهي ما بين الوسائل الإعلامية والوسائط الإلكترونية، ولكن عندما نتحدث عن الإعلام الجديد وعن الصحافة الإلكترونية يخلط البعض بشكل كبير جداً. ربما الممارسة المهنية تجاوزت
التنظير الأكاديمي للتعريف بكيفية ممارسة العملية